في مدينة يكجوجت أدت جموع غفيرة من سكان المدينة صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة رقصلة وسط المدينة بحضور والي إنشيرية السيد إدريس دنبا كورارا والسلطات الإدارية والأمنية. وبعد الصلاة تلقى فضيلة الإمام الفقيه خطبة العيد، خطبة بيّن فيها فضل الصدقة على الفقراء والمحتاجين، مذكرا المسلمين بفضل هذا اليوم العظيم. الله أكبر الله أكبر. أيها الناس، علينا أن نقتنب مواهب الله تبارك وتعالى وأن نعمل فيها أعمال الخير. هذا يوم يستبشر به الناس، فعلينا أن نتذكر الفقراء في هذا اليوم، علينا أن نتذكر ملابسهم، نتذكر معاشهم، نتذكر حالهم، وأن نتصدق. بعد ذلك ذبح الإمام أضحيته إذانا ببدء ممارسة هذه الشعيرة العظيمة. ويخلد سكان مدينة يكجوجت عيد الأضحى المبارك من خلال العديد من العادات والتقاليد المتعارف عليها لديهم. بالنسبة لولاية سيد، تخليد العيد نبدأه بالصلاة، صلاة العيد وصيد الرحم عقبه، والصدقة وزيارة الجار، والصدقة أساسية في النهار المبارك. نديهم في أجواء العيد وصلينا صلاة العيد، وطالبين من ناس كاملة السامح بينها يا لطف هذا النهار العظيم عند مولانا. ويعد عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية عظيمة يخلدها المسلمون في كل مكان، وإن اختلفت أساليب الاحتفال والاحتفاء. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة أكجوجت.